رحلتنا النهاردة هتكون في المتحف الزراعي. تعالوا الأول نتعرف على أصدقائنا وأطفالنا اللي موجودين معانا النهاردة اللي هيشاركونا في رحلتنا. أتعرف بيكي؟ فاطمة. أتعرف ملك. وانتي؟ مهيرة. قوليلي، تعرفوا حاجة عن المتحف الزراعي؟ كلنا النهاردة جايين نعرف عن المتحف الزراعي معلومات كتير جدا. يلا بينا ندخل المتحف الزراعي ونشوف جوه حكايات كتير. يلا بينا. المتحف الزراعي تم إنشاؤه علشان يؤرخ النهضة الزراعية منذ بداية التاريخ وحتى نهاية العصر الحديث وتاريخ العصر الحديث. في سنة 1927 صدر مرسوم ملكي بإنشاء أول متحف زراعي في مصر، وهو كان اسمه متحف فؤاد الأول الزراعي. بكده كان المتحف ده يمكن أول وأكبر متحف زراعي في الشرق الأوسط وتاني أكبر متحف على مستوى العالم بعد المتحف اللي زاره الملك فؤاد الأول في العاصمة المجرية بودابست. بعد الملك فؤاد ما زار المتحف ده رجع مصر عايز يقلد واحد زيه ويعمل واحد في مصر عشان يؤرخ بيه النهضة الزراعية ويحكي عن الزراعة منذ بداية التاريخ ومنذ بداية نشأة المصري القديم وبناء الحضارة ولحد النهاردة. عرفت الأميرة فاطمة بنت الخديوي إسماعيل وأخت الملك فؤاد الأول إن هو عايز يعمل متحف زراعي في مصر، فأهدته القصر اللي احنا موجودين فيه دلوقتي اللي هو قصر الأميرة فاطمة الموجود في حي الدقي علشان يكون متحف زراعي. وبكده كان بالفعل هذا القصر المتحف الزراعي الأول في مصر. المتحف الزراعي له حكايات كتير جدا جدا وله كمان تفاصيل كتير وفي روايح حلوة من روايح الزراعة القديمة والزراعة الجديدة، وفي النص هنشوف حاجات كتير قوي. يلا بينا. قبل ما نعرف تفاصيل كتير داخل المتحف الزراعي وندخل كل مبنى ونشوف كل مبنى فيه ايه وايه التفاصيل اللي فيه، عشان عندنا مساحة كبيرة زي ما احنا شايفين ومباني كمان واضح ان هي كبيرة وعريقة واكيد فيها تفاصيل كتير جدا، خلونا ناخد نبذة سريعة عن المتحف الزراعي من مهندسة زمزم عباس كبير اخصائيين زراعيين. برحب بيك يا فندم. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك. المتحف الزراعي النهاردة يمكن أول مرة نشوف حاجة عريقة هي بتجمع بين الأثرية وبين التاريخ الحديث، فهي حاجة جديدة يمكن أطفالنا كمان يعني مش مستوعبين إن هم ممكن يشوفوا مكان زي ده وبيشوفوه لأول مرة في حياتهم. خلينا نديهم نبذة سريعة عن المتحف الزراعي ككل وكل مبنى من دول إيه وظيفته وهو بيحتوي على إيه. أوكي. احنا عندنا المتحف الزراعي ده مهمته اللي هو نشر الثقافة الزراعية وكذلك الثقافة الصحية والبيئية والعلمية. فالمتحف الزراعي هنا اللي فكر في إنشائه هو الملك فؤاد الأول سنة 1929، فكان يعني قال ان مصر بلد زراعي ولابد ان يكون ليها متحف زراعي يليق بمكانتها الزراعية لكي تعرض فيه الحاصلات الزراعية اللي بتخرجها التربة المصرية. فاستعان في الأول بخبراء أجانب اللي هو منهم ميسيو لاجوس دي بيكارت وده كان مدير متحف بودابست. بعد ذلك ده استمر سنتين في إعداد المتحف. بعد ذلك خلفوا الميسيو إيفان ناجي ثم محمد بيك زول فقار ثم حامد سري بيك. تبلغ مساحة المتحف حوالي 125 ألف متر مربع، منها 20 ألف متر بس للمباني والباقي عبارة عن حدائق ومسطحات خضراء.
المباني نفسها بقى عبارة عن ايه؟ المباني، المتحف الزراعي بيضم 8 متاحف بداخله. في عندنا الأول هنا متحف المجموعات العلمية، وده هو أساس المتحف الزراعي، وده كان قصر الأميرة فاطمة إسماعيل باشا اللي هي عمة الملك فاروق. أنا بشكرك باشمهندسة زمزم عباس على هذه المعلومات القيمة للمتحف الزراعي المصري، شكرا جزيلا. شكرا. يلا بينا مشاهدينا وأصدقائنا في البيوت نبدأ جولتنا النهاردة في المتحف الزراعي ونشوف أول حاجة هتكون إيه. يلا بينا. زي ما احنا شايفين كده في اول مكان النهارده في رحلتنا وزيارتنا للمتحف الزراعي، اول مبنى بندخله النهارده اسمه متحف المجموعات العلميه، اكيد في تفاصيل كتير جدا وفي حاجات حلوه كتير قوي قوي، يلا نشوفها مع بعض، يلا بينا. زي ما احنا شايفين كده احنا دخلنا متحف المجموعات العلمية واستقرينا عند مهندسة نرمين علشان تكلمنا باستفاضة اكتر عن كل حاجة موجودة هنا في المتحف، بس خلونا نرحب بها الاول. اهلا معنا طبعا اطفالنا واصدقائنا الموجودين معانا النهارده، اخذوا جوله في المكان وكان عندهم طبعا تساؤلات كتير جدا عن الحاجات الموجوده، وظيفتها ايه، هل موجوده دلوقتي ولا لا، وايه اكتر الاماكن الموجوده فيها. طبعا ده كله هنعرفه مع بعض، يلا بينا نبدا الجوله بتاعتنا، يلا بينا. طبعا احنا هنا لسه في الاول في المدخل بتاع المتحف، هنا المكان ده يعني شايفه خريطه واماكن اشبه بالبحيرات والحاجات دي. دي خريطه، هو اولا يعني المبنى المجموعات العلميه دوت بيتكون من عده صالات، فدي اول صاله، والصاله ديت فيها خريطه بتوضح المحاصيل الزراعيه في الاقليم المصري اللي هي القطن والرز والفول والذره وقصب السكر، ودوت الخريطه ديت بتوضح بقى الانتاج والانتاجيه والحاجات دي. يعني نقدر نقول ان دي خريطه تمهيديه للمكان. بعد الخريطة يمكن لما دخلنا أنا وأصدقائي الصغيرين النهاردة شفنا ده أول مكان موجود معانا النهاردة أو أول جزء، وهو اللي شايفين فيه الأواني الفخارية. هي الصاله ديت اصلا فيها مجموعه الصناعات البدائيه اللي كان بيستخدمها الفلاح المصري البسيط اللي في الريف، فديت نموذج مبسط لمعظم الصناعات الريفيه او الصناعات اليدويه. طبعا هو كان بيستخدم الصناعات ديت لان البيئه بتاعته كانت بسيطه، فكان بيحاول يعمل الانتاج بتاعه بيستفاد من مستلزمات الانتاج اللي هي عنده في القريه، فدوت صانع الفخار، ودوت الصناعه دي بسيطه جدا بتعتمد على طمي النيل بيعمل الفخار، لان احنا النهارده موجودين عشان نعرف الحاجات دي ازاي كانت بتتعمل وهل في امكانيه ان احنا نعمل ده دلوقتي ولا لا. هو في لغايه دلوقتي الصناعات دي، والعلم الصناعات اليدويه دي بتبقى غاليه لان هي بتبقى يعني بتعتمد على الجهد والمجهود الذاتي يعني. فديت كانت عبارة عن الطين، هو اللي على الآلة ديت بيحط الطين وبيدور برجله كده ويبدأ يشكل بإيده الأشكال اللي بتطلع ديت، فدي فيها قلل وفي طواجن مجات فازات وكل الأشكال ديت اهي بقى الأشكال المختلفة بتاعه، أشكال مختلفة الإنتاج بتاعه ممكن نمزج هنا ومعروضة يعني دي. زي ما احنا شايفين كده في الخلفية في معرض للمنتجات اللي بيقوم بيها الحرفي البسيط أو صانع الفخار. هنا برضو على الجانب الأيمن شايفين صناعة السلال، برضو باشمهندسة نرمين هتقول لنا إزاي كان المصري القديم أو الفلاح المصري القديم بيقوم بصناعة السلال. هي صناعة
صناعه السلال ديت قايمه اصلا على نبات الحنه. بعد ما نبات الحنه دوت بينشف فبيطلع منه اللي هو الخوص دوت، فبيبدا الفلاح البسيط دوت ما هو بيشكله بايده ويطلع منه المنتجات ديت زي الحصر والسبته، وفي عياشه مثلا ممكن يتحط شنط، حاجات بقى ممكن هو يستخدمها اي استخدام. يعني الحاجات دي موجوده برضو دلوقتي في يعني بعض البيوت، مش هنقول البيوت الفلاحي بس، ولكن بعض البيوت البسيطه برضو فيها. كمان لما بتروحي مكان زي الفيوم بتاخديها مثلا زي سيفونير، ممكن انت بقى تحط فيها اكسسوارز. بعض المطاعم الريفيه كمان بتعمل كده. ودي مشهوره بقى الفيوم ولغايه دلوقتي طبعا موجوده هناك. تمام. السلال زي ما مهندسة نرمين قالت من الحاجات اللي لو رحنا الفيوم دلوقتي هنلاقيها موجودة، وهنلاقي الصناعة لسه بتتعمل بالفعل وكمان بتشكل دخل قومي. زي ما احنا شايفين هنا الأواني الزجاجية وصناعة الأواني الزجاجية، يعني شايفين زجاج وشايفين حاجات متشكلة بطريقة يمكن أشبه اللي هي اللمبة الموجودة دلوقتي. دوت إعادة تصنيع الزجاج، يعني الزجاج اللي مكسر والمخلفات دي بنبدأ نستفيد منها إزاي؟ إن هو الفلاح دوت بيحطها في الفرن دوت على درجة حرارة عالية جدا، وبيبتدي ينفخ فيها بالبوق دوت، يعني بعد ما بتطلع فبيشكلها عشان يطلع منها فقاعات الهواء فتبقى ملساء، وبيطلع منها منتجات زي الكوبايات، فناجين، فازات، دورق للمية، الحاجات دي. تمام. هناك هنا شايفين اللي برضه عشان ما نسيبش الجزء ده من غير ما ناخد فيه حاجة، شايفين صناعة يدوية بسيطة، يمكن صناعة السجاجيد أو حاجة زي كده. الآلة دي اسمها إيه؟ ده اسمه النول. دوت سجاد أو كليم، هو بيبدأ بيصنع السجاد دوت يدويا من خلال الخيوط دي. الخيوط دي بتبقى يا إما من الصوف أو الكتان، وبيبتدي بقى تصبغ بألوان معينة وأشكال ويبدأ يشكلها بإيده ويطلع منها بقى النموذج زي الموجود ده. جنبه اللي شايفين قطن، وشايفين آلة أكثر بساطة وأكثر يدوية، اسمها إيه برضو الآلة دي؟ يمكن بيقوموا بتنجيد القطن بيها. خلينا برضو نقول لأطفالنا يمكن ما يعرفوش يعني إيه تنجيد القطن، وما واخدين على الحاجات الجديدة. تنجيد القطن يعني القطن دوت بيبقى فيه بذر، فبيبدأ الراجل المنجد دوت بينفض القطن دوت بالقوس اللي معاه ده اسمه قوس، وبيبقى معاه زي عصاية كده بينفض بيها عشان يفصل القطن من البذرة، وبعد كده بيبدأ القطن بقى بينفش كده ويحطه في المخدات أو الشلت أو المراتب الحاجات دي. نهايرة، انت عارفة القطن دلوقتي احنا بنستخدمه في ايه؟ بنستخدمه في ايه؟ في المخدات، في المراتب، في المراتب، وفي ايه كمان؟ تعالي نسأل المهندسة نرمين نقول لها القطن بيستخدم في ايه كمان؟ ممكن هو القطن دوت بتاع المنجد، لكن القطن عامه يعني ممكن بيدخل في صناعه الاقمشه ويطلع منه الملابس والحاجات دي. الملابس يبقى اهم حاجه ايه؟ الملابس. المنجد دوت اللي بناخد منه القطن ونحطه بقى في مخدات او شيلات او الفوتيه او المراتب الحاجات دي. تمام. خلينا برضو حركه اسرع يا اولاد عشان نحاول نشوف المكان كله ونتعرف على كل الوظائف اللي كان بيقوم بيها الفلاح المصري البسيط القديم. زي ما احنا شايفين كده على يسارنا اتنين فلاحين او اتنين من المصريين البسطاء قاعدين في مكان يعني بنقول عليه قهوة بلدي، صح كده؟ ايوه. هو عامة احنا قلنا في البداية ان دوت المتحف بيتكون من عدة صالات، فالصالة ديت نتاج للصالة اللي قبلها. طبعا بعد بقى ما الفلاح كان بيبقى عنده هارد وورك طول النهار وبيشتغل وكده، فالقهوة دي هي كانت القعدة الترفيهية بتاعته، فبيبدأ بقى يقابل اصحابه مثلا بالليل، وبيبقى بقى في قعدة زي قعدة سمر كده، فبيقعدوا بقى مع بعض زي الكافيهات دلوقتي والحاجات دي. فده نموذج للقهوة البلدي القديمة اللي كان بيبقى فيها مطرب بيغني والناس بيبقوا قاعدين حواليه مستمتعين، بيقوموا ببعض الألعاب زي الطاولة والدومنة، وبرده بقى بيبقى بينهم الحوارات وكده.
هنا على يمنا منظر بقى يعني الشكل كده الزفة الهودج والجمل وولد صغير باصص من الشباك. يعني المنظر جميل ومبهج. المنظر ده يمكن ايه وظيفته او امتى بيفتعل هذا الموقف؟ هو عامه ديت يعني نموذج لزفه العروسه في القريه، فكان بيبقى الزفه دي عامه اسمها زفه النقرزان، وسميت بالنقرزان ليه؟ لان العصايه اللي الراجل بيرقص بيها ديت دي اللي اسمها النقرزان. دي كان بيحطها كده على دماغه وبيقوم ببعض الاشكال اللي هي مثلا بتسر الناظرين بقى للمنظر يعني، وبيكونوا الزفه دي بتنقل العروسه. بيبقى فيها نار او حاجه العصايه دي؟ بتبقى منوره من فوق، من حته لفوق دي تبقى نار. فكانوا زمان بقى العروسه بتبقى موجوده في الهودج دوت، وبيبداوا ينقلوها من بيت باباها لبيت جوزها. فطبعا جواز اشهار، فلازم الناس كلها تشوفها يعني وهي ماشيه في القريه، بتلف القريه كلها لغايه ما توصل لبيتها، وبيبقى وراها مثلا اصحابها وجيرانها وقرايبها. والسبيتة اللي هم شايلينها دي بيكون فيها جزء من العشاء بتاعها وجزء من اللبس بتاعها. ده نموذج للتقاليد المصرية يعني القديمة بس. وبيبدأوا بقى يعني هنا على المزمار والطبل بيبدأوا يشهروا حالة الزواج دي. شايفين برضو كمان الولاد الصغيرة اللي يعني يمكن ده منظر من مناظر البهجة مثلا أو كده. بيبقى اخو العروسه الصغير، فده كان تقليد يعني ان اخو العروسه يبقى معاه في الهوطه. ده برضو زي ما احنا شايفين هنا بقيه القهوه. عايزه بس نشوف الجزء بتاع شافوه اصدقائي لما دخلوا، قالوا احنا حسينا ان الناس حقيقيه، وحسينا ان احنا يعني خفنا لانه يعني واقفين قدام الناس فكرناها هتنطق من كتر ما هي يعني محسوسة. هنا احنا شايفين ازياء مختلفة للسيدات المصريات البسيطات، يعني مش هنقول برضو ان هم بس فلاحات، لا، كان من يمكن من اماكن مختلفة ومن اقاليم مختلفة. تعالي نتعرف على زي منها. ماشي. ديت كل محافظة والزي اللي بيميزها، يعني دوت مثلا واحات بحرية هو عبارة عن طرحة طويلة أو يعني قطعة كبيرة من القماش على الجلابية دي، بيقولوا عليها الجلابية، صح؟ الجلابية اللي هي الفلاحي. بس الزي ده زي ما قالت مهندسة نرمين بيميز الست الفلاحة البسيطة اللي بتسكن الواحات البحرية. اللي بعد كده اسمه دوت من محافظة الفيوم، اسمه ايه ازاي؟ شنتيان. شنتيان ده برضه نفس الفكره، ولكن هو بيميز محافظه ثانيه. بيميز محافظه ثانيه، يعني ممكن يعني بيبقى الاختلاف مثلا في ازاي، بتبقى حاجات بسيطه بس هم معظمهم برضه فلاحات يعني. بنرجع بقى ندخل البيت الريفي. هنا المنطقة أو الجزء اللي احنا فيه ده بيعملوا فيه ايه؟ ده بقى هنا بيت العروسة، المفروض ان بعد بقى ما هي بتبقى في الزفة بتدخل هنا، ده المأذون بيكتب الكتاب، وده العريس بقى يعني باباها بقى هيسلمها. ده العريس اللي قاعد قدامه؟ لا، العريس اللي قاعد هنا، وده بابا العروسة والمأذون، وهنا بقى اصحابه وقرايبه قاعدين بقى يعني نقدر نقول ان هنا اللي بيقعد هنا هم الرجاله. بعد كده بقى بندخل جوه الجانب بقى بتاع الستات او السيدات ومظاهر احتفالهم بالعروسه والشربات بقى والرقص والحاجات اللي بنشوفها في افلام زمان، يمكن دلوقتي ما بقتش او يعني موجوده بشكل قليل قوي. هنا موجود ايه؟ برضو واحدة من قرايب العروسة بتخبز عيش طبعا عشان أكل الفرح والحاجات دي. هنا على يمنا شايفين دول بقى قرايب
العروسة، بعد طبعا ما بيقولوا بقى ان كتبوا الكتاب، هما بيبدأوا هنا يعملوا الشربات عشان يوزعوه على الناس اللي موجودين. هنا الجزء الأكثر بهجة اللي في مظاهر الاحتفال فعلا بالعروسة باينة جدا بقى، وزي ما احنا شايفين وصلنا للعروسة والسيدات بقى حواليها. مين دول بقى؟ دول دي العروسة، ودي طبعا الرقاصة اللي هي الرقاصة الريفية زمان كان اسمها الغزية، فتلاقي حتى شكلها مختلف طبعا يعني، فيعني كان بيبقى فيها بهرجة قوي على اساس ان هي بتعمل حاجة مش موجودة او ما بتتعملش. ودي العروسة ومثلا ودول برضو مع الزفة يعني اللي بيعملوا الاحتفال. وهنا مامتها بتجهز لها السرير بتاعها عشان بتبخره وبتحط مصحف عشان بعد كده بقى بعد الاحتفال. ده البيت اللي هتتجوز فيه العروسة. اللي بتتجوز فيه. شايفين يا اولاد دي الرقاصة زمان كان اسمها غزية، شايفين اللبس بتاعها عامل ازاي؟ اللبس بتاعها محترم جدا يعني ناقص لها بس طرحة وبتلبس حجاب. يعني حاجة يعني غزية يعني بتظهر نفسها يعني، والعروسة يعني برضو شايفين برضو العروسة لابسة لبس يعني محترم جدا برضو، و تحسي في فرحة في بهجة في المكان على قد ما احنا بنتكلم عن تماثيل او بنتكلم عن حاجات ما بتتحركش. فعلا الناس دي كانت بتعرف ازاي تخلق الفرحة وتستمتع بالمكان وتستمتع بكل تفاصيل حياتها ببساطة وبجمال وبرقي ومن غير ما تجرح نظرنا بأي حاجة يعني تجرح عيوننا بمعنى أصح. زي ما شفنا يمكن أكتر حاجة هنا في المكان بتميز المكان أو يمكن يعني أكتر رفاهية اللي هي الرقاصة الغازية، وشفنا كمان شكلها عامل إزاي. هنا بقى في مراحل تانية، هنا دي زي ما احنا شايفين كلامك يعني نموذج رائع برضو للاحترام، نزيك جدة كبيرة وده ولد صغير بيبوس ايديها، يعني كل الاطفال المفروض ان هم بيعملوا كده مع الجدة، فده برضو نموذج من نموذج الاحترام يعني. شايفين يا اولاد زمان، شايفين الاطفال زمان كانت بتعمل ايه؟ شايفين؟ مين فيكم عنده جده بقى؟ كلنا عندنا جده؟ فاطمة عندك جده، بتعملي كده مع جده؟ بتبوسي ايديه؟ بتعملي ايه تاني؟ بقعد معايا عادي بسلم عليها. يعني شفتي زمان الطفل كان بيتعامل مع جدته ازاي، اللي هو بينحني ليها احتراما وبيقبل ايديها وما يقدرش بقى زي شفتي بتقولي بنهزر وكده، كان زمان ما يقدرش يهزر مع جدته او مع جده من يعني من 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 عظمته او من كتر الهيبه. احنا دلوقتي بنقدر نهزر بس اكيد طبعا بيبقى عندنا احترام لجده، صح؟ وانتي؟ انا كنت دايما بسلم على جده واحترمه واحب تيتا وجده. بتسلمي على جده وبتبوسي ايده كده؟ لا. إيه، انتي لما جيتي هنا حسيتي ان في حاجات من الموجوده هنا بتتكرر دلوقتي؟ حاسه حاجات غريبه عليكي؟ شويه. مبسوطه طيب؟ وانتي يا ملا؟ مبسوطه كتير. مش في بلدنا، في بلد الفيوم. حاسة ان انتي في بلد تاني يعني، احنا هي تقصد ان احنا في حقبة زمنية تانية غير اللي احنا عايشين فيها. طبعا احنا كلنا مبسوطين، يعني انا عايزة اقول لكم انه قدام الكاميرا احنا مبسوطين، ورا الكاميرا الفريق اللي شغال معانا مبسوط جدا بالمكان ومستمتع جدا جدا بالمكان. يلا اولاد نكمل بقية جولتنا في المتحف الزراعي وخصوصا في متحف المجموعات العلمية. مجموعة الهياكل العظمية للحيوانات مختلفة، ودي أبرزها هيكل عظم الحوت. الحوت دوت عمره 6 شهور وطوله 14 متر، وده بيبقى موجود في المحيط الهادي. وفي برضو هياكل عظمية لجاموسة وبقرة وحمار وكلب وماذا، كل النماذج موضحة قدامنا هنا. يعني هنا نقدر نقول ان هو يعني نماذج للحيوانات وللهياكل الحيوانية أكتر، الهياكل العظمية للحيوان العظمية.
ودي مجموعة من الزواحف زي الأفاعي والتعابين، وفي سحالي في منها تعابين سامة وفي تعابين مش سامة. السامة طبعا اللي هي بيكون فيها أنياب بيكون فيها السم متركز، وفي الناحية التانية تعابين غير سامة. وده نموذج لأفعى، ودي نماذج حقيقية يعني، وهي بس متحنطة يعني أو محطوطة في الفورمالين دوت على أساس تبقى يبقى تحتفظ بشكلها يعني. يعني دي فعلا نماذج حقيقية دي مش يعني، دي نماذج حقيقية اللي هي في الجارات دي حقيقية، لكن في بقى نماذج تانية من الجبس زي النماذج العلاجية. هنا بقى ده تمساح؟ ده نموذج لتمساح نيبي. هو هنا الهيكل حقيقي بس من يعني من جوه جبس. هنا دي سمكة محنطة ولا دي لا جبس؟ دي ده جبس. دي الأسماك اللي هي أسماك المياه العذبة. ده سمكة ايه؟ دي سمكة بولتي. بولتي تمام. الأجزاء كتير قوي في المتحف الزراعي، يعني حتى مش هنتكلم عن المتحف الزراعي بس، عن متحف المجموعات العلمية جزء من أجزاء المتحف الزراعي معرفناش نوفيه حقه، ومعرفناش نتكلم عنه كما ينبغي أن يكون. طبعا هنتكلم كتير جدا عن المتحف الزراعي في حلقات قادمة إن شاء الله، بنفتح موضوعات كتير بإذن الله. لكن خليني برضو أشكرك مهندسة نرمين، أنت نورتينا النهاردة في رحلة وحدوتة، كنت معانا في منتهى اللطافة وعرفتينا حاجات كتير في متحف المجموعات العلمية. بشكرك. مرسي يا حبيبتي، مرسي ليك. شكرا. ودلوقتي هنروح بقى أنا وأصدقائي نقعد مع بعض عشان نشوف إحنا استفدنا إيه النهاردة من المتحف الزراعي والحاجات اللي تعرفنا عليها، هل هي لسه ثابتة في دماغهم ولا لأ، وهل في حاجات تانية هنتكلم فيها. يلا بينا.